ما حلقة الأورام يعني بدها حلقة لحالها أكيد. إيه خلي أنت خلي حلقة لا على دهمنا التهابات القولون ورتوج القولون والأورام. إن شاء الله في حلقات قادمة ممكن نناقشها. خلاص هسه حلوانة؟ يعني شوي. مشاهدينا ننتقل لفقرة تربية الحمام الزاجل، إحدى الهوايات المحببة لدى الكثير من الناس، ولا سيما الحمام الزاجل الذي عرف بقطع مسافات طويلة لنقل الرسائل. هذا النوع من الهوايات تطور بشكل سريع، وأصبحت هناك أندية تهتم بهذا النوع من التربية والعناية به، إضافة إلى ضم الأجهزة المتطورة التي تتولى قياس مسافات يقطعها الحمام في المسابقات الخاصة به. الزميل عمار السعد والتفاصيل بهذا التقرير. اهلا بكم اعزائي المشاهدين ومتابعي برنامج ظهيرة الجمعة. اليوم راح تكون لنا وقفة مميزة في هذا الاسبوع مع مربي الحمام، واي حمام؟ الحمام الزاجل. طبعا راح ندخل في هذا العالم وراح نعرف اسراره، وطلعت بي سوالف سوالف. نقول لكل مشاهدينا ومتابعينا هلا بكم وحياكم الله وجمعة مباركة. السلام عليكم شباب، شلون الصحة؟ أبو براق نتعرفنا عليه قبل لا أسوي لك. الله يخليك. شلون الصحة؟ أبو براق إحنا طبعاً بعدنا بالنا الحمام هو فوق السطوح يربى، وبعدنا بالنا المطيرشي والطلايب والمشاكل والجيران، لكن ما شاء الله أصبحت رياضة وأصبح محترف بها من قبل اللجنة الأولمبية أعتقد يعني، ولكم مقر ونادي، احكي لي على الآلية اللي تشتغلون بها أنتم. والله احنا بالنسبه ان يعني المحاكر اللي نسويها هسه مرتبه يعني مو مثل الاول. شنو المحكر خلينا نعرف؟ يعني القفص اللي يصير بيه الطير يتربى بيه طير. نعم. ايه فوق السطح نسويه ومكان مرتب. نعم. ونظيف، ونبدي احنا نجني الافراخ ونبدي نطيرها ونبدي بسلالتها كلها اجنبيه وطيور كلها معروفه وشهاده. نعم. زين، ونبدي ندربها وبيها اقراص يعني حجل هذا مال السباق النادي. استحضة هذه الرياضة المعترف بها هي رياضة الحمام الزاجل فقط بس. يعني الرياضة الأخرى اللي هذا الحمام اللي يلعب بالهواء لا هذا لا مو رياضة. لا لا هذا مو يمنا. نعم. هذا بس للزاجل احنا بالنسبة لنا. نعم. هذاك غير صنف يعني. اليوم أحمد، مرحبا أحمد، شلونك؟ أنت واحد من أبطال رياضة الحمام الزاجل أساس محب البصرة، وقالوا فايز بالمركز السادس من كم حمامة؟ حمامة واحدة. لا، كم حمامة شاركت بالسباق؟ شاركت يعني الكلي اي 1967 طير. 1967 طير ما شاء الله. ايش قد مركزك انت كان؟ السادس. منين طلقتوهن؟ من سلمان باك. من سلمان باك. اوكي احمد، احكي لي انتم هنا اليوم جاي تسوون ما شاء الله ازدحام وقفاص وكل من جايب يعني سباقات مال حمام زاجل. نعم. اي نعم. اليوم انتم جايين شو تسوون؟ اليوم عندنا التبصيم مال الحمام، يعني تسجيل ارقام الحمام. نعم. حتى يودون السباق زاخو العالم التركي اللي هو اصعب سباق عندنا موجود حاليا. اوكي. واخر سباق. واخر سباق. من حدود تركيا. حدود تركيا. تجي للبصره. نعم. ايش قد تستغرق الرحله؟ يعني يوم الى ثاني يوم. الى ثاني يوم. يعني يوم كامل حمامه تطير تجي. اي حسب الجو. اوكي، تطيرون مثل 2000 حمامه. اي نعم. اللي المراكز الاولى ايش قد كم مركز؟ العشرين الاول. العشرين الاول. اي نعم. الجائزه المترتبه على هذا الموضوع. يعني الخمسة الأوائل أجهزة كهربائية زائد كؤوس زائد حجول ذهب. نعم. زين. من حجول ذهب الحمام لكم؟ للحمام. أي عبالي. زين. توج بي يعني. أي. والعشرة الأوائل. نعم. زين شهادات زائد كؤوس. والعشرين الأوائل لا بس شهادات. أوكي حلو، يعني هي بها تنظيم بها أسرار حلوة، هاي أول مرة يعرف المشاهد يعني. إحنا أنا شخصياً ما أعرف هاي المعلومات. نعم. وعندكم جهاز أيضاً ما شاء الله. إحنا شكر شكر جزيل لكم. راح نشوف اخرين بعد راح نسولف وياهم. يعطيك العافيه. سلام. اهلا وسهلا. وسهلا.
طبعا ايضا احنا ضمن جولتنا في نادي السندباد الخاص بطير الحمام الزاجي في مدينه البصره، ما شاء الله اسرار كثيره واخبار كثيره، وودنا كل المعلومات اللي حصلناها من خلال معرفه الطيور الزاجل ورياضتها نبينها للمشاهدين. ايضا ويانا مرحبا. اهلا ومرحبا. الاسم الكريم؟ احمد. احمد ابو شهاب الورد. ويانا ايضا اياد جبوري. اياد وردي. سلمان قانا. طبعا سلمان واحد من الابطال في حمامته، كلهم هم ما شاء الله كلهم هنا جايين نخب. خلي نراوي الحمامه للمشاهد احمد، خلي نراوي الحمامه بس اعزائي المشاهدين. هذا الحمام الزاجل، طبعا انا كنت في يوم من الايام اتخيل الحمام الزاجل هو لونه ابيض، هذا اللي كان يستخدم في نقل الرسائل من مكان الى مكان. موجود حمام الزاجل بعده الالوان. نعم كل الالوان، البخاري والمقلم والتشيني. اي شنو البخاري وشنو التشيني؟ البخاري والتشيني هو طبعا يتبع سلاله الحمام. نعم. فشنو تكون الوان امهاته تكون الحمام نفس اللون. اوكي. ياخذ نفس الجينات، ناخذ نفس المواصفات. نعم. من امهاته. اوكي. فدام الحمام الاجنبي هو يمتاز بالسرعه واللياقه وكل المواصفات الجيده. ما عندنا حمام عراقي احنا. اكو حمام عراقي بس. نعم. الحمام الاجنبي هو تفوق على الحمام العراقي. نعم. طبعا صارت فيه سرعه وصارت فيه كل المواصفات الجيده. ما شاء الله. انا اشوف انتم حاطين برسم العين، شنو معنى العين يعني؟ كل الامتيازات. نعم. تكون بالعين دائما. اي العين دائما تكون مميزة. شنو بيها السر؟ بيها سر دائما هو يكون البوبل هذا. أي. يكون فرد علامة مميزة. نعم. احنا نعرفها طبعا. اوكي تعرفون الطائرة زين من خلال عينها يعني. اكيد اكيد. طبعا هو ينقل نفس الجينات من امهات الاصلية. اوكي. اللي هي امهات الاجنبية. فيكون دائما كل سر الذكاء يكون بالعين مالته. ما شاء الله. اقوش. شكرا لك ابو شهاب. ايضا احكي لي شلون تدارون اياد الحمامة؟ هل اكل خاص؟ انا ما شاء الله جاي اشوف هنا اشبه بصيدلية يعني. واشبه بمواد بروتينات موجوده خاصه لها، هاي ما كانت موجوده قبل، قبل يطون حنطه وبك الله يرحمها، هسه شلون صارت الوضعيه؟ صحيح، لا هسه الاعلاف خاصه. نعم. بلجيكيه نجيب او هولنديه اعلافها. نعم. هاي اكو مال سباق واكو اعلاف مال فرخات واكو اعلاف مال زق. نعم. للامهات تعطيها هاي تلبن الفرغ. نعم. واكو هواي اعلاف يعني معدده. نعم. انت بالبيت بعد القفص الاولي فوق السطح لو تغير يعني؟ والله حاليا يعني هسه قفاصتنا بعد هي فوق السطوح. نعم. بس شنو تطورنا مثل ما تقول كنا شلون المحكر صغير. محكر يعني هو بيت بلاستيك. ايه. يصير او حديد. صحيح. ايه. نعم. فهسه لابراج وصياديات لازم تنشد عليها المهابط. نعم. لمن يجي الطير بالبرايجن. هذا البرايجن. هاي البرايجن. هذا البرايجن بعدسه. هذا عدسه عفيه. عدسه هذا يسجل بيها معلومات الطير. معلومات الطير فحل او كان نثيه. نعم. او رقم الطير، هذا الرقم مميز. نعم. ما يجي رقم يعني نفسه. نعم. والسنه مالته 2013 2014 ايش مواليد مالته. مواليد مالته. هذا من يجي الطير من السباق عندك مهابط على الصياديات ومكان دخول الحمام. نعم. جهاز جوه يدخله من يدق هذا المهبط البرايجن على المهبط يسجل رقم الطير والوقت ماله. بيش الساعة هبط؟ بيش الساعة وصل هذا الطير. شو تعرف انت هذا الاول؟ الاول نجيب الساعة. هذا المهبط؟ هذا ساعة. نعم. هاي تتخلى عندك تشكل بها المهابط. معلومات الحمام كلها موجودة بهاي الساعة. من يوصل هذا الطير من السباق يسجل على المهبط، المعلومات كلها تسجل بالساعة. عفيه. هاي الساعة تجيبها اكو بالنادي عندنا اماية تسمى يعني الجهاز الكبير يتخلى ذن الساعات كلهن بي. تسحب الليستة الاوقات مالاتهن والارقام مالاتهن. عفيه. كلهن كل جناي يعني ارقامه موجودات بهاي الساعة. حلو المعلومات حلوة. تطلع النتائج الاول والثاني والثالث وهذا. اوكي حلو. قل لي شاكر. انت سلمان انت واحد من الناس اللي اشادوا بيه قالوا ما شاء الله عندك طير، هذه الطير الفاسد؟ لا هذا الطير امه وابو العام اجى من زاخو. ما شاء الله. اي انتم عندكم هنا يجي من زاخو، هذا واللي شارك في سباقات زاخو هو المفضل. اي نعم. نعم. احنا عندنا المسافه الطويله مع زاخو. نعم. 900 هي افضل مسافه عندنا. علم تركيا 950 جوي. العام امه وابو اجى من زاخو مسافه طويله وهذا الطير وصل كركوك. اوكي سلمان قل لي اللي يفوز اسعاره صار غاليه، ايش قد سعر الطير الزاجل؟ احنا سمعنا ما شاء الله حتى 10000 دولار، هاي اسعار حقيقيه لو مبالغ بيها؟ صحيح صحيح. عندي هاي الطير اللي فازت اول لحد الان واصله 8 ورقات 800 دولار. اي 800 دولار. وان شاء الله اي انا وعارضها ب 15 دولار يعني 1500 دولار. 1500. قل لي انتم شلون محافظين على طيور من العتوي؟ اذا اجى العتوي شلون؟ لا ماكو عتوي
حد اللي وصل اقفاص طيبه وجيده ويرتاح بها الحمام ما يجي اي شيء. احنا قبل نطيرشي يقول لك عدو البزو العدو، احنا ما كنا طيرشي بعد ان شاء الله. هوات حمام الزاجل هوات هاوي هذا الحمام الزاجل ما بي كل مشكله، لا اذي على جارك لا ما بي الله شاهد. وعدوي بعد ما يجي العدوي؟ لا بعد ماكو عدوي. يلا شكرا لك. يا دم السلامه. يلا السلام عليكم. شلون صحه؟ مرحبا استاذ العزيز تعال يمني. الحمام مدلل خويه صيدليه الي دواء شو تقول؟ اشكال اشكال يعني احنا جماعه البشر هنا ما شاء الله حاصلين دواء، وهنا ما شاء الله هاي صيدليه عامره حتى شامبو شامبو مال سباحه هذا شامبو هذا شامبو وين هذا شامبو كل اسبوع نسبح هذا شامبو هذا شامبو اعزائي المشاهدين خاص الحمام. يعني معناته انه هناك ناس جاي تفكر وجاي تشتغل خطوات صح نحو رياضة حقيقية. قل لي من المشاكل اللي تعانونها أيضا أنا أعرف. والله شوية الضرب عندنا. شنو الضرب يعني؟ يعني بالتدريب وقت التدريب عندنا شهر قبل السباق ندرب فيه. إيه. فما أكو مناطق جاي من العزير جاي من الجوابر. إيه. يعني منطقة بعش يسوي لهم عالم. شو نقول عليهم؟ نقول بس الله عليهم. يعني شلون فهم؟ يضربون الكسر يعني. احنا نطلع ندرب يوميا ندرب الطيور ندرب يعني اذا ما ندرب الطيور ما تجيب نتائج. نعم. فاكو عالم يعني هالعالم همج دارس لا فاهمه لا هاي هو نعم. طير يعني هذا ملك يعني انه خاص. يتعدى مجموعه الطيور ضربه يا بني شلون ضربه يعني بس؟ عنده كسريات. البنادق يصيد كم لهاي هاي عانينا منها كلش يعني جميع الجنايه تعاني من عندها كلش يعني بكل المناطق بالهارثه بالقرنه بالعسير فوق من هذا يعني تعرف انه طير غالي سعره غالي يضرب بدون وجع قلب بدون وجع قلب لان انا جناي ومداري وتعبان علي ومداري يعني سنه كامله داري هذا الشامبو اشكال اشكال مو اشكال يعني وداري وادويه وفيتامينات يعني سنه كامله اتعب علي ويجي حضر الجنابه ما يسوالف اما مو ذقنا ولا ذوقنا هذا يعني ايش يعني ولا هاي فيجي بعدين شغله بسيطه طرقه طقه وانا متامله يجي فانا بهيج حاله يعني ما ادري الطير ادري زين مو زين قطع سلالته كلها ما اعرفه يعني ما ادري يعني شلون ضربه هناك ويخابرني قلت ضربته يا بني وين ضربته كيفي شو تسوي لي يعني هسه هناك عندنا دعم انتم تخسرون على الطير يشاومك يشاومك يعني يقول لك اريد مبلغ من المال يعني تقول له مثلا اعطيك رصيد يقول لك لا اريد 150 او 200 يعني شو تسوي لي؟ ما شاء الله اي هاي الاخبار ولا ندري بيها يعني انا قبل مده ضربوا مني طير هنا بجسر الكي خابرني هم بهدت بغداد انا خذيت الرابع من بهدت بغداد ما شاء الله خابرني قال لي اريد 150 قلت له ابويا حلال حرام قلت له روح انت والله انتم تخسرون على الطير مثلا؟ اي والله واي ايش قد كلفه الطير؟ يعني بس الادويه تقريبا ثلاث ورقات اربع ورقات نعم يعني على الموسم احنا مشكورين وان شاء الله نتمنى للكل انه يفوز اليوم طبعا الموجودين جاي يشوفون هذا الجمع الكبير اليوم من هواة الطيور والاخوان موجودين اليوم راح كل الهواة في مدينه البصره جابوا طيورهم بالاقفاص من اجل انه يهدوها اي انه سياره سباق راح يحطون كل الحمام في سياره فيها اقفاص مو وهذه السياره راح تتحول وين راح تروح زاخو الى زاخو على الرغم من الظروف والطريق راح ياخذون الحمام الى زاخو وراح ينطلق الحمام من زاخو الى البصره ونشوف منو يفوز تقريبا ايش كم طياره راح تطير والله تقريبا بالالف وفوق الالف فوق الالف طيار تقريبا راح تروح الى زاخو وتجي الى البصره احنا نقول جمعه مباركه على الجميع اليوم وقفنا في نادي السندباد للطيور الحمام الزاجل راح ننتظر السياره الكبيره اللي راح تاخذ الاقفاص وراح تشوفونها ان شاء الله ونقول للجميع ان شاء الله فوز للجميع وتوفيق للجميع ونقول ظهيره مباركه للجميع وشكرا لكم جزيلا